هبة جيل اليوم بس تشوفي مسيرتك كيف بتكملي هالجملة بصمتي في الحياة هي واو <تصفيق> 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 هيك من الأول <applause> اوكي أم بصمتي في الحياة هي أنا يعني بكل شي بعمله بحب أكون حالي بحب أكون طبيعية فبتمنى انه كل شيء بعمله يكون بيعبر عنا بطريقه بسيطه وقريبه من القلب وتوصل للناس مثل ما انا مزبوط على الطبيعه اذا انت بدك تقولي مين انت يعني اجمالا الناس ما بيعرفوا كثير منيح يوصفوا بكلمات صغيره هن مين بس بدك تحكي وتحكي فيك تعرفي مين انت مين هي طوجي عن جد صعب كثير انه يعني اقدر هيك مثل حلي الحاله يعني ب... يعني ماني كمان كثير شخص بحب انا احكي عن حالي يعني بفضل انه حدا ثاني هو كيف بيشوفنا يحكي عني بس يعني مثل حيلا بنت عندها احلام انا سأبي بتحلمي هو الموسيقى والمسرح والغناء وكل هالامور حدا ثاني عنده بركي غير احلام بس اللي فيني اقوله انه عن جد كثير اشتغلت وكثير بشتغل يعني الصفه اللي فيني اعطيها لحالي هي الهارد ورك يعني عندي هوس بالشغل فبعتقد إنه في كتير ناس موهوبة وفي كتير ناس بركة موهوبة أكثر مني أو أقل بس بركة اللي بيميزني هو إنه عنجد حدا كتير مجتهد حلو هيبا معروفة بصوتك القوي ومساحات صوتك الكبيرة بتعتقدي كمان هاي ميزة خلتك تنجح أسرع؟ أكيد ميزة يعني كل كل شغلة موجودة بشخص مش موجودة بشخص تاني بتميزه يعني يعتبر عنده شيء بلس فيه يحكي عنه بيعبر عنه بس يعني ما بعتقد هي الشغلة الأساسية يعني هي من الأشياء يعني في كتير أشخاص ممكن يكون عندهم هالمسافات بس ما بيعرفوا يوصفوها أو بيوصفوها بطريقة غلط أنا سائبة أنه بشغلي مع مع اسامه دائما كان هذا الشيء مسيطرين عليه بطريقه مبرره لها علاقه بالغنى الدرامي الغنى الليريك اوقات الغنى المسرحي ببعض الاوقات فما كان بس هيك مجاني انه انا بدي فرجي عندي مساحات آه في ناس كثير بتفكر انه هيك على فكره بس الناس اللي بيعتقدوا هيك هذا الشيء عنا مش سامعين مزبوط شغلي صح آه فبعتقد اكيد بيميزني بس مش هذا هو الاساس بس يعني في كثير اشياء كمان مع هذا هذا الشيء طبعا رح نحكي عنهم كلهم بسياق الحلقه هبه كمان بحب بداية احكي عن انك تلميذه اخراج وتمثيل وما بعرف قد ايه هالشيء يعني هيك علم انك تكوني هيدي انت على المسرح اليوم بادائك اكيد التمثيل والاخراج كثير ساعدونا وبيساعدونا بوقفتي على المسرح بطريقه كيف بغني وكيف بأدي الغنية يعني بعتقد أنه هول الفنون بيكملوا بعض وأنا مشان هيك اخترت الإخراج والتمثيل لأنه بعتبره بيكمل الموسيقى وبيكمل مم. الغنى والغنى بيساعد الإخراج والتمثيل يعني بحسهم بيغنوا بعض وبيفيدوا بعض كتير يعني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أوقات يعني بحس أنه ساعدوا كتير أن يكون عندي سهولة بكتير إشياء إن كان بطريقة الأداء أو, أو على المسرح يعني صحيح في كتير من الأعمال مصوره هي لك يعني مزبوط. من من اخراجك الاشياء اللي مش من اخراجك قديت تتدخلي فيها لانه عندك هالعين بتدخل كثير قديت <applause> 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 يعني لاي درجه من, من السيناريو اول شيء بتدخل حتى للتنفيذ لأدق التفاصيل يعني اصغر ديتيل لاكبر واحد المونتاج الالوان اللبس بس ما بكون ثقيله يعني ما بعملها لانه ما بوثق بالشخص لانه في ثقة بتكون كثير كبيرة بس بعتقد انه الترافاي دي كيب يعني الشغل بالمجموعة بالمجموعة ايه دايما بيف بيفيد مم. دايما بيكون احسن يعني مش قصة تقلي ثقة بس قصة انه لانه بحب شغلي بحب اتدخل بحب حط من حالي يعني اكيد بتعملي اضافة اكيد لانه <applause> انت عم بتشوفي حالك بعينك وبعين مهبود، الناس الثانيين مين هبه توجي من الفنانين بلبنان وبالعالم من انت وصغيرة مثلا كنت تقولي بحب أكون مثله بكل مجال عندي حدا هيك علّم يعني بحس بالتمثيل مثلاً كتير ماريل ستريب وباربرا سترايسند هول الشخصين يلي أكتر شي علّموا فيه باربرا سترايسند كمان لأنه كمان امرأة فنانة شاملة مم. يعني كمان مخرجة، منتجة، مغنية، ممثلة بالسوشيال لايف كمان عندها يعني حدا أكتيفست حدا عنده شي يقوله فبعتبرها كمان كثير اثرت فيي، اما نحكي هلا عن الموسيقى اذا ما نحكي عن العالم العربي والعالم ككل اكيد السيده فيروز كثير إحنا إحنا اولاد هالمدرسه المدرسه الرحبانيه وهالثلاثي العظيم اللي هو الاخوين رحباني والسيده فيروز اكيد وكثير اشخاص عالميين مغنيين مثل مرايا كاري ويتني هيوستن اعتبرتهم دائما كمان اثروا في من ناحيه الغناء يعني الصوت الكبير فكره الديفا فكره صعوبه الغناء وجمال الغناء بنفس الوقت يعني الاحساس والتكنيك مع بعض كمان هذا الشيء كثير اثر في حلو هبه توجي ديفا والفنان الشيملي رح تكون حلقتنا معك اليوم بتفاصيل كثيرة ببيتك شكرا لاستقبالنا وطبعا رح نخوض بأحلامك الكبيرة وانت كفنانة اليوم بعمرك قدام ممكن تعطي أمل للناس يلي عندهم عن جد مواهب حقيقية mm -hmm. بس مثل ما قلتي أوقات كثير ولا بيعرفوا يوصفوها أو يمكن بيكون حلمهم صغير نتابع بحلقتنا هبه المؤلف الموسيقي اسامه الرحباني يقال انه اول مره سمعك سمع صوتك عم تغني انصدم كيف كان هذا اللقاء بتتذكري كيف كان اللقاء وكيف جيت تغني عنده بتذكر كثير منيح كان عمري تقريبا 18 سنه وكنت مع اختي كنت راجعه من الجامعه وقطعنا عند اسامه لانه كان عندي موعد معه ورحت مع اختي هذا النهار على بيت الاستاذ منصور الحباني، اكيد ما شفته الاستاذ بس شفت اسامه وقعدنا تقريبا ساعتين جلسه كتير طويله احكي عن حالي شو معلمه شو بحب وطلب مني سمع صوتي اكيد بعده انماط موسيقيه وعده ستايلز وعده لغات فبتذكر كانت جلسه طويله يعني و... والشيء اللي لفته أكثر شيء هي مساحة صوتي الكبيرة من خلال آريا كنت عم بشتغل عليها أوبرا صعب كثير ومش ابدا لعمري ومش ابدا للنيفو تبعي بس انا كنت حاطه براسي انه هيك بدي هيك تكبري بدي ايه وبدي الفت له نظره بشي طريقه او هيك جرب اترك شيء بصمه قبل ما فل هيك الهيئه <applause> فا وأكيد اللي لفت له نظره كتير هي أن إلى جانب الموسيقى والغناء عم بدرس كانت تمثيل وإخراج مم. بالجامعة أكيد هذا الشيء بهمه لأنه بلبنان وبالوطن العربي قليل ما يكون في فنانين شاملين صح. يعني بيبقى واحد بس متخصص بشغله بس ما بيبقى عنده فكره عن غير اشياء نحن بالمسرح الغنائي بينقصنا اشخاص بيقدروا يعملوا كذا شغله فاكيد هذا الشيء لفت له نظره و اي متى شفتي دغري تاني مره؟ كان دغري ما... في موعد؟ انا لانه ما رجع حكاني دغري حسيت انه يه شكلي ما ما عملت مش, مش الحال <applause> بس هي كان بس قصه شغل وكان مشغول كثير رجع اتصل فيي بعد فتره وطلب مني اني اخذ كورسز اني مرن صوتي مع وديع ابي رعد يلي بوجه له تحيه يلي هو الشخص اللي دائما مرافق اسامه بتدريب الاصوات واللي هو كمان صوته جميل جدا يعني ورافقني بشكل يومي فكان اسامه يعطيني غنيه اشتغل عليها اشتغل عليها مع وديع وارجع عند اسامه حتى سامعه اياها وكنا نشتغل بشكل كثير كثير كبير يعني بالجمعه 10 عشر ساعات 12 عشر ساعه موسيقى وغناء يعني و وحس أسامة أنه عم بتقدم بشكل كتير سريع فبعد سنة أعطاني آه أول دور بطولة بمسرحية غنائية يلي هي عودة الفينيك وكانت بال2008 نعم وكان هذا الشيء سريع كتير كانطلاقة لك بعمرك بهالتمرين بهالوقت القصير خفتي بوقتها يبقى من شيء يعني م. دور بطولة بعد سنة من التمرين يمكن خفتي من المقارنه بينك وبين اللي سبقوكي بمسرح الرحابنه وخصوصا مع اسامه مثلا، شو اللي خوفك بالاول؟ اذا بدي لك انه ما كان عندي خوف من المقارنه وما كان عندي خوف ابدا من شو معقول يصير وكيف بدي اطلع على المسرح قدام 5000 شخص، ما كان عندي ابدا هيدا الخوف، بس الخوف كان موجود بتعاملي مع الاشخاص هالقد كبار وعظماء بالفن يعني كان عندي تراك بس بدي اقول بونجور للاستاذ منصور يعني كانت لالي يعني هيدي اتمرن لها 10 ايام يعني كنت خاف كثير من التعامل مع اشخاص هالقد مهمين شي مره قال لي بعد شي بعدين صرت ارتاح اكثر استاذ منصور بالتحديد الله يرحمه اكيد غنيت قدامه كثير اغاني من مسرحيه عوده الفينيك و وكثير اعطاني دعم بوقتها بس شاف كمان فيديو كليب مثل الريح اتصل في وعبر كثير عن عن رايه اللي كان كثير ايجابي هذا الشيء اعطاني كثير هيك قوه بس وقفت على المسرح كان عندي تراك بس مش قد هلا اليوم عندي اياه اكثر ايه فواديس إيه يعني ليش؟ لانه بوقتها يعني كان عمري 18 عشر سنه ما حدا بيعرفني عم بحقق اول مره شيء بحياتي كنت عم فكر اكثر بالشغل وبكيف بدي بدي كيف بدي اكون منيحه اكثر من انه كيف الناس بدها تشوفني او كيف الناس بدها تعمل لي جادجمنت كنت عم فكر اكثر انا بحالي بي شو ممكن اعطي وقديش ممكن اشتغل اليوم ما بقى فينا صار عندي صارت مسؤوليه اكبر يعني صح. اليوم صار عندي 10 سنين وراي والناس صار اكثر بتعرفني وصار بهمني اكثر هيدا يعني بركي راي الناس او كيف الناس أيه. تنظر لي المسؤوليه كبرت يتغير يعني رأيهم بهالنجاح الكبير أكيد. يعني دائما المسؤوليه كبرت سو صعبه مزبوط سعب. هيدا الشي الشيء دائما بقوله بعدين بس يكون شخص بعده صغير عمره 18 19 سنه مثل الولد يعني بس يروح على لينا بارك بتشوفي كل الاولاد الصغار عم بيلعبوا اكثر العاب صعبه وبتخوف بيبقى الولد او ما بفكر بكب حاله بالشغله، صح اليوم كل شغله بدي اعملها بفكر فيها كتير بتفكر يعني بفكر كثير بتفكري آه صح؟ بتفكري كثير، يعني هذا الحكي اللي عم تحكيه عن الاحتراف بعد عشر سنين، عن الخوف من من استمراريه النجاح، إمتي رجعتي رحتي على برنامج للهواة بفرنسا بدي احكي عن هالمرحله المهمه اكيد فويس بفرنسا ما خفت يقولوا هيك مثلا انه اف كيف رجعت بعد هالاحتراف الكبير مع هالعمالقه مم. اللبنانيين مم. على برنامج هويت شو اللي حمسك تعملي هالشي؟ اكيد فكرت بهالطريقه وهيدا الشيء اللي خلاني اخر شوي جوابي بالنسبه لل لذا فويس لانه نحن كيف صارت نحن اتصل فينا كاستنج دايركتور تبع ذا فويس فرنسا يلي هو شخص كثير مشهور بفرنسا ب انه انه يلاقي مواهب أيه. آه قال لي بوقتها انه هو شافني على يوتيوب وشاف انه بغني بعدة لغات وشاف آه آه يعني اكيد البوتنشل يلي عنده اياه فاتصل فينا وعرض علي اني اشترك بذا فويس هلا انا دغري كان جوابي لا قلت له انا شخص صار لي 8 سنين بالوطن العربي عندي كارير وراي عندي جمهور عندي حققت اشياء كثير كبيره ما بقدر اخذ هالمخاطره يعني ان اشترك ببرنامج مثل ذا فويس مع انه برنامج كثير بحبه يعني طبعا قال لي انه ما رح اخذ بعين الاعتبار جوابك هلا رح اتركك تفكري و... وترجعي لي اوكي هلا بس سكرت التليفون اكيد انا واسامه صرنا نحكي وناخذ براي بعض يلي فكرته انه طيب انا شخص عمري 26 سنه حققت كثير اشياء على صعيد الوطن العربي، اشتغلت مع اهم الاشخاص، غنيت على اهم المسارح مع اهم الاوركسترات شو بعد يعني؟ العالمية مش قصدي هيك قصدي يعني أمر... حسيتيه باب للعالمية حسيت اكثر؟ أكيد. حسيت اكيد، حسيته باب للانتشار الاوسع ببلاد الغرب، خاصة انه انا شخص بغني بعدة لغات وعندي كمان حب كثير كبير للموسيقى الغربية، وبعد على صعيد الموسيقى الغربية والإنجليش والفرنش بعد ما حققت شيء مظبوط فحسيت إنه The Voice هو هذا الباب يعني يفتح لي ممكن أبواب كثيرة مم. لبلاد برا آه إنه كمان يكون عندي مثل ما عندي كاريير بالوطن العربي كمان ليش لا يكون عندي كاريير برا والإنسان ما بيخاطر يعني بحس ما بيتقدم صح, صح. إنه هذه الجملة كتير كليشيه بس أنا ح... مضبوط مضبوط قطعت فيها الناس. يعني صح. مش عم بحكي حتى عنها. لو اخطات انت عم بتخاطري بتتعلمي من شيء صح بدي اتعلم منه شيء هلا اكيد ما اخطات بالحياه اكيد بكون كان وقعه بركة اصعب علي مم. اذا اذا فشلت بهيدا ال بالبرنامج وبكي ما بعرف كيف بكون اليوم عم بحكي عن التجربه صح. أه بس انا لان تجربتي كانت ناجحه ولاني عن جد مثل ما فكرنا ومثل ما خططنا صاروا اكثر واحلى بترك اكيد ذكرى كثير حلوه وبعتقد انه كل الناس اللي بوقتها انتقدوا وما فهموا هيدا المشاركه هلا صحيح. اليوم بعتقد انه غيروا رايهم صحيح هبه اكيد عملت بوقتها هيك مثل دهشه عند الصحافه الفرنسيه وحتى العالميه وخصوصا وقت تاهلتي والنجاح اللي عم تحكي عنه عم تحصديه، انت اليوم بطلة ناتردام دو باريس، عم تجولوا بالعالم هالمسرحية، وأكيد هذا الباب انفتح من ورا ذا فويس. أكيد. وقديه بتشوفي اليوم إنه هي الفشخة يلي أنت عملتيها عن جد حتى تركت أثر عند الناس اللي سبقوكي بهالمسرحية العالمية، م. يلي هي دائما مثل ما بيقولوا مقياس، مقياس للنجاح بتنطلق من فرنسا وبتصير بالعالم. أكيد. اكيد يعني فويس فتح لي فرص كثير كبيره منهم مسرحيه نوتردام دو باري اللي عم بتجول بالعالم وهي كمسرحيه يعني هي تعتبر اهم مسرحيه غنائيه فرنسيه بالعالم صح أه انجاز بحد ذاته كونه عم بلعب دور البطوله وكونها هالمسرحيه بعدها عم تنجح وبعدها عم تستمر يعني مسرحيه عمرها 20 سنه بعدنا لليوم بس رجعنا بالكومباك صرنا سنه من جول وما عم نوقف يعني هذا الشيء بيعني انه نحن ككاست جديد قدرنا ناثر بالناس وكمان نكون على قد المسؤوليه اللي انعطت انه نستمر بهالنجاح هيدا بهالمسرحيه لانه مش هينه ناخذ دور اشخاص لعبوه قبلنا ونجحوا فيه علموا صح. بالناس فنحن كان دورنا كمان انه نرجع نعلم بالناس لنستمر وهذا اللي صار الصحافه الميديا الناس اللي كانت عم تجي تحضر حكيوا عن هالنجاح وحكيوا عن كل حدا شارك بالمسرحية وأكبر برهان لهالنجاح هو أنه مستمرة بعد سنين طويلة يعني. صحيح كيف رح تحافظي هيبة على اللغتين مم. على هالنشاطين إذا فيني أقول يعني أوقات أنت بتروحي وبترجعي تتمرني على شيء بلبنان أو بالوطن العربي كأنك عم تنقلي هيك من ما بعرف من من مسيحة لمسيحة تانية مزبوط. يعني عندك بتحسي هيدا هيدا النوع من الصراع جواتك لغتين نشاطين جمهورين كيف تقيميهم؟ كيف تشوفيهم؟ كيف تحافظي عليهم؟ يعني مش قصه صراع بس عم جرب قد ما فيي اني اني ما اعمل شيء على حساب شيء ثاني يعني دائما بكل شيء بعمله عم جرب اعطي احلى ما فيه واكثر ما فيه وما اصير وهذا شيء صعب انه تنقلي حالك مزبوط اول شيء الوقت يعني في 24 ساعه بالنهار ما في اكثر من هيك وفي سبع ايام بالجمعه ف ما قد ما اقول لك وما بحب احكي عن حالي بس ايام بتسيب عندي خميس جمعه سبت احد نوتردام دو باري مثلا بمنطقة بفرنسا بيكون عندي حفلة ثلاثة بدولة بالدول العربية لا. فايام بسافر على بلاد كتير بعيدة يعني وبصير في ديكالاج اوراير يعني من كندا لتشاينا لتايوان <applause> للبنان وفتحي شنطة ضبي شنطة انا بكره هذا الشيء يعني <applause> فهي السنة اللي قطعت ما بعرف كم مرة سافرت وكم شغلة يعني قطعت علي حسيت انه كأنه على قد عشر سنين صح. يعني خبرة قد عشر سنين كمان <applause> صح تعب كتير, تعب كتير وشغل كتير وستريس كتير بس نفس الوقت بس هلا اقعد هون وارجع افكر بشو صار اتس وورث ات يعني بحس انه انا انا فيني اقول انه انا براديو مفتخرة بحالي بالشيء اللي قدرت حققته بهالسنه اللي قطعت كثير مفتخره فيكي انت بخطوه كثير جريئه بال 2017 يمكن احتفالا بمرور عشر سنين على انطلاقتك واطلقتي او احتفالا حتى كمان بعيدك ال 30 مضبوط هالسنه هالسنه, هالسنة. هالسنة. اطلقتي البوم فيه 30 غنيه صح. بينما بعض الناس بعدنا لليوم بنسالن ليه يعني ليه رجعتوا من الالبوم للغنيه غنيه قديه كان فيها كمان هون جرأه وقديه كان فيها تحدي هالخطوه يعني هون بتعتبريها ك... نجحت؟ بعتبرها نجحت اكيد لانه من بعدها تواليت الحفلات يعني والمهرجانات والكونسرتس بالعالم والدول العربية فأكيد هذا الشيء بيعني أنه الألبوم وصل وأنه إنه بعض الناس عم بتحب تسمع وبتحب تجي تحضر فأكيد هلا اكيد هون بدي أحيي الشخص المايسترو ورا كل <applause> هذا الموضوع يلي هو اسامه يلي دائما افكاره جريئه ودائما بكل شيء بيطرحه ما بيفكر غير انه نحن هيك ونحن هول مبادئنا وما لازم نخاف يعني وبعتقد انه انا يعني مع اسامه صرت افكر بهالطريقه يعني بس كان يعرض علي اوقات افكار خاف وله كيف بدنا نعمل هيك ما ما بتصير بس قد ما بوثق فيه وقد ما بعرف انه هو شخص يعني عنده خبره وقديش انا معجبه بطريقه تفكيره يعني ما ما بقعد تفكر يعني بفوت بهالتورنيدو يعني وبالاخر بيطلع معه حق وبحس حالي دائما علي الدرجه مع كل شغله بفكر فيها وكل شغله بخيطها بحس انه عم بتكون اقوى اقوى من قبل على عقياسة فهذا الالبوم هو اللي اكيد فكر فيه وهو اللي خاطر فيه لانه ما بقى في حدا بالوطن العربي صح. وبالعالم بينتج مثل ما قلتي البوم اصلا قبل ما يكون دبل البوم فيه 30 صح. غنيه بس يعني تعلمنا الجراه وتعلمنا نتمسك بمبادئنا وبعتقد هيدا الشي اللي خلانا نستمر و وحتى لو الاشياء اخذت وقت بس عم تعمل برجع حالي عم تكون ثابته وعم بتكون دائما نقطه تحول بالكارير وعم تخلينا دائما نطلع ونطلع من ما نكون محلنا يعني صحيح ونقطه تحول كمان كثير مهمه بال 2017 عملتيها على المسرح بالسعوديه بالمملكه العربيه السعوديه يعني انت يمكن دخلتي التاريخ كاول فنانه عربيه بتعتلي المسرح من بعد اخر آخر انفتاح مضبوط. صار مع هيئة الترفيه بالمملكة كيف لقيك الجمهور كيف بتلاقي هالخطوة الجريئة كمان يعني أكيد خطوة يعني مثل ما قلتي تاريخية بالنسبة للانفتاح والثقافة والفن بالمملكة العربية السعودية وأن يكون شخص شارك بهذا الانفتاح كونه امرأة كمان دايماً بحكي عن حقوق الامرأة وهذا الموضوع بيعنينا إنه, أنه على الأرض أقدر أعمل شيء آه، مثل نفيز يلي انا بحبه واللي انا بيعبر عنه يعني هيدا حلم تحقق لإلي بالنسبه بالنسبه لإلي آه، وكمان آه، يعني بحس انجاز لإلنا ك كفنانين لبنانيين لانه م. انا بالموسيقى اللي بقدمها مع اسامه كل الاغاني هن تقريبا 90% باللهجه اللبنانيه نعم انه وصلنا لجمهور بالمملكه العربيه السعوديه بالاغنيه اللبنانيه هذا انجاز بحد ذاته صح وبعدين مواضيع الاغاني اللي بنقدمها هي كمان اللي خلت انه نوصل بهالطريقه لهالجمهور لانه في رساله كمان صح. اوقات من الاغاني اللي عم نقدمها نحن اكيد مع الترفيه ومع الفن اللي هو بيحكي عن الترفيه ومع المواضيع العاطفيه وعندنا كثير اغاني هيك بس في عنا اغاني كمان بتميزنا بس تكون لها عندها رسائل صح وهون بدي احكي عن غنية مين اللي بيختار نعم. يلي هي بعتقد عملت هال التحول بالنسبه لإلي انه شارك بالمملكه العربيه السعوديه بحفل هنيك وقتها الامراه السعوديه اخذت حقها بقياده السياره اغنيه مين اللي بيختار اللي هي من شعر غدير الرحباني وموسيقى لاسامه الرحباني صاروا يرددوها النساء كثير لانه كثير عبرت عنهم وهي الغنية بتحكي كثير عن الامرأة المستقلة الامرأة اللي بتاخد خياراتها بإيدها اللي بتقرر مصيرها فعبرت كثير عنهم لهالنساء و... وكثير تروج للأغنية وحفظوها مع أنه هي صار لها 8 سنين الغنية يعني صح بس هلأ أطلقتيها كقضية يعني مزبود. عملتي غنية قضية على المسرح السعودي وبس غنيتها ب... بس غنيتها هونيك يعني ما بلشت أقول أول كلمة م. كل النساء غنوا معي وكان طريقة الغناء يعني اذا بدك صريخ يعني هل فيها تعبير صارخ ايه تعبير صارخ ديفولمون اه حسيت لاول مره انه عن جد غنيتي عملت فرق لانه في كثير نساء اجوا حكوا معي بعدين وقالوا لي انا من ورا غنيتك تشجعت اعمل هيك من ورا غنيتك تشجعت اعمل هيك وهيدا يعني احلى شيء في شخص يقوله لفنان بيغني على مسرح كثير حلو خاصه وقتا بيكون الفنان حامل قضيه ورساله مثل ما قلتي صح. ووصلت هالقضيه والرساله وقد نعرف نحنا تاثير الفنانين والستارز والناس يلي عن جد بيجولوا العالم حاملين هالافكار قد مهم انك تاثري فيهم هي يمكن اكثر شيء بصمه هلا لا مزبوط. بصمه كبيره هالسنه اكبر وحده فينا نقول كثير حلو رح نتابع ببصماتك ومسيرتك المشعة هبة أكيد بخلال حلقتنا رح نحكي شوي كمان عن حياتك الخاصة رح نحكي عن أسامة الرحباني معقول لقيك بلا أسامة يوما ما صعب شوي <applause> <applause> يعني فنيا يعني نجحنا كتير مع بعض وعنا نفس الأهداف ونفس الأحلام يعني والناس بتحب هذا التعاون ونحن مرتاحين بالتعاون وبيعبر عنا وبيعبر عنه لأسامة ف شخصين يتلاقوا فنيا ويستمروا وينجحوا مع بعض يعني ما فينا نقول غير انه ان شاء الله يكفي هالاستمرار و... ونضل عم نعطي حلوه للناس اكيد هبه رح نتغدى هلا مش من ايديك لا ما بتطبخي آه بلشت اتعلم الطبخ آه بس بعد ماني كثير متمكنه حتى اقدم لك لي <applause> 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 ليش اللي بعرفه ايه. فدليفري دليفري هيك شو اطيب شيء مثلا بتاكلي؟ اه كثير اشياء سوشي سوشي بتحبي انا كمان بحب بس رح اقعد حالي اول طبخه بتطبخيها بدي ذوقها خلص اوكي اللي بربيتي ببيت لبناني خواتك معروف انه هن دعموك مم. من البدايه شجعوك او اعتبروك صغيره بعدك على هالمجال أه بالاول انا طلبت من اهلي ياخذوني على معهد موسيقى ويعلموني ميوزك من هن ما كانوا منتبهين او ما كانوا مفكرين يعني هن علموها لاختها هي صغيره وهي إختي ما لها علاقه بالموسيقى <applause> فما مش الحال من وقتها ما عادوا اعتبروا انه حدا من الولاد بركة بيحب بس انا شخصيا كنت حب كثير فانا اللي طلبت منهم انه يسجلوني بكرات بيانو وسولفيج وموزيك يعني قد ايه كان عمرك هون؟ كان عمري تقريبا 13 سنه اه م. كمان ما فينا نقول هون كثير بكير بلشتي صح؟ كانوا منهم ببلشوا على سبعه ثمان سنين مزبوط. يعني قبل ما كنت تحبي أب... لا للبي... للبيانو في اكيد ناس ببلشوا قبل وافضل اكيد م. بس الصوت لا ما فينا نبلش ابكر بكثير لانه بعد بيكون عم بينما وما بيكون بعد مزبوط اكتمل بالنسبة للبنت أو حتى الصبي فبلشت أول شيء هيك مع كرة أعمل أشياء العلاقة بالسولفاج بالفوكاليز هيك أشياء خفيفة يعني بس أنه كنت بجو موسيقى يعني من أنا وصغير <applause> بأي متى اكتشفوا أنه عن جد عندك موهبة يعني هيك من مين سمعتي أول شيء أنه أنا ما كنت أغني بالبيت أبداً يعني كنت أنطر حتى أهلي يفلوا من البيت ويفضل بيت حتى غني، كنت غني لحالي، ما كان حدا يعرف، ما كنت استحي بركي ما ما احب اشارك هالشي مع حدا، بس بعدين صار يشوفوا انه علاماتي بال بالاكاديميه علاماتي عاليين، دايما عم بكون هيك على الاونر ليست، على, على تابلو دونر وهيك، حسوا انه لا انه في شيء يعني مش بس موهبه، مم. واكيد اكثر مره اعتبروا انه لا عندي شيء جدي هو وقتها اكيد تعرفت على اسامه و واكيد هو من هون ورايح بلش يهتم بالموضوع يعني لهالوقت لانتبهوا انه عن جد تجربتك يعني جدية جدية هالقد نعم ما خفتي انه هيك تبلشي الكاريير تبعك بكير تاخدي هالانشغالات والاحلام الكبيرة من حياتك الخاصة؟ مم. ما خفت انه ولا مرة اخذ الموضوع التفكير من وقتي يعني كنت دائما وبعدنا لهلا مركزه على شغله كثير أه وبحس انه الفرص عم عم بتسيب عم تجي مع بعضها وعم تجي هلا فعم جرب قد ما في انه أه استفيد من الفرص اللي عم تجي بس اكيد بده يوصل المحل الانسان أه بده يفكر كمان بحاله بي بحياته الخاصه بده يجرب يعمل توازن بيناتهم فاكيد هذا اللي عم جرب اعمله بس بحس بعد هلا الفرص عم تجي وبعد عندي وقت وبعد بكير البركه ممكن انه اتفضى بس لحياتي الخاصه فلا بعد نفكر ب... بالفن كثير بشغلي كثير ونعمل توازن قد ما فيه يعني يعني كانك ماجله شوي مشروعك الشخصي ما بتفكري يعني زواج هو مشروع هلا مؤجل؟ يعني بس يكون في شخص ما بيعود مؤجل بس بيصير في اذا بدك تفكير انه كيف بدك تعملي ستابيليتي بلانينج تبعك اكيد حياتك بتتغير، تتغير لما تفكري لاثنين مش لواحد أكيد موضوع يعني بفكر فيه ومثل حالي لفتات يعني بس إنه لازم الشخص المناسب والوقت اللي أنا بحس حالي حاضرة كمان شخصياً يعني مم. مم. أه على هي السيرة نحكى كثير عن ديو هبة وأسامة حتى على الصعيد الشخصي مم. يعني ويمكن لأن بشوفوكم هالقد ناجحين ويمكن لأن دايماً مع بعض صح في ثنائيات كثيرة بالعالم يعني اشتغلوا أول شيء مع بعض وبعدين رجعوا ارتبطوا قديه مزبوط قديه وارد هالشيء لا صراحة أكيد في يعني بيني وبين أسامة مثل ما قلتي ثنائي كثير عظيم وفي اتفاق وعلاقة إنسانية كثير كبيرة بس ما ما في ارتباط يعني كثير بينحكى عن هالموضوع بينحكى لأنه دائما مع بعض ولأنه كثير قراب من بعض بس مم. لا رسميا ما في شي أنا بدي خليكي تتخيلي حالك متزوجة عندك عيلة عندك أولاد هلا انت يمكن قاعده معهم على الغداء شو بتخبري اولادك عن مسيرتك اذا بدك تخبريهم عن حالك عن الفن بشكل عام يعني سالوك يعني هالشي ومسيرتك برايك كيف بتخبري عن لاولادك هلا اذا هن عايشين معي رح يكونوا عم بيشوفوا و بحس انه الولد انه قد ما تحكي له بس هو يشوف كمان بيلقط اشياء نحن مش منتبهين لها يعني اكيد كون بعيش ورح اعيش مع اولادي رح يعرفوا كيف انا ومين انا وبشو قطعت، بس اكيد اللي بحب اني وصلن إياه هو انه حبي للموسيقى وللفن وبحب وبتمنى انه هيدا الشي ياخذوه معن، حتى لو ما بدهم يعملوا عش على صعيد الفن وما على علاقه بالموسيقى، بتمنى انه قادر حببن بالموسيقى ومثل ما انا عندي حب كثير كبير لها ومثل ما انا كمان اكيد اهلي وعائلتي اثرت فيه من هالناحيه وخلوني احب الموسيقى واعتبرها يعني رفيق بحياتي فبتمنى انه يكون عندها التاثير عليهم بلا ما ما اعمل هيدا الشيء بطريقه كتير ديركت صح يعني. حلو ان <تشل تشل> قريبا نلتقى بنقعد هون وبكون عندي كوليد <تشل تسجل> وعيلة <تسجل> وناكل سوشي سوا <applause> <تشل> هبه انت كثير ناشطه على وسائل التواصل الاجتماعي بنعرف كل شيء عنك خصوصا على انستا <applause> ايه اكثر شيء بحب انستغرام وهلا انا ستوريز <applause> 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 هلا انا ناشطه كثير بس بالنسبه لغيري ماشي ايه <applause> بس حلو قد بتفيدك هالمواقع خصوصا يمكن ما بعرف اذا هون فيني اسالك عندك عديت حسابات يعني للجمهور العربي للجمهور الاجنبي او حساب واحد؟ لا حساب واحد للكل بجرب احكي قد ما في بالانجلش لحتى كل الناس اللي بتحكي كل اللغات تقدر تفهم هلا اذا موضوع اكثر له علاقه بالدول العربيه بركب بقوله بالعربي بس اجمالا بحكي دائما بالانجلش لحتى دا قد ما في اشمل عدد كبير من الناس يعني وجمهورك الاجنبي مم. بحب اغنيتك العربية مثلا او اي شيء بتحطيه بالعربي؟ اكيد بيسمعوها كتير ايه بيسمعوهم بيتفاعلوا لانه بالنسبة لهم شيء جديد مم. على السمع يعني وبالنهاية يعني الموسيقى حتى لو ما بنفهم اللغة إذا بنحب بتوصل يعني بغض النظر شو اللغة اللي عم نغني فيها. صحيح عبينا نحنا نحن وياكي نعمل ستوري هلا هلا ستوري أو أو شو بتحبي؟ أه فينا نعمل ستوري يلا يلا هاي نحن هلا هاي. مع ماجي ببصمتي وان شاء الله تكون حلقة كثير حلوة انطرونا رح اعمل بوست على تويتر كمان اوكي اوكي لحط صورة هاي و... أستاذ. يس yes. اوكي wait for me with عندك تويتر عندي تويتر اوكي ببين عندك وبنعمل تاك كمان للتلفزيون الان اكيد لجمهورك العربي سون سون دن اوكي ثانك يو هبه ثانك يو اليك انطلاقا هبه من دور الامل بحياتك عندك دائما امل ومشان هيك يمكن بتجاسفي وما بتخافي لانه بتتاملي <تكلم> شو هو شو هي رساله الامل هل في هيك نوع من من وصفه واحده بيقدر يتمسك فيها تيكون عنده امل بحياته اذا بدي اقول لك تطلقي هالرساله لكل الشابات العرب اليوم اللي عم يسمعونا انا شخصيا الامل اللي عندي جاي من ايمان كثير كبير وبعتبر يلي عنده ايمان عنده امل وعنده قوه داخليه بتخليه يتخطى كثير صعوبات وبتخليه يشوف الاشياء بطريقه ايجابيه، انا هيدا هو السلاح يلي بتمسك فيه واللي عنده اياه واللي بتمنى غيري يكون عندهم اياه واللي ما عنده الايمان ممكن الامل بالحياه يكون اشخاص هو متعلق فيهم، يكون اشخاص بيحبهم هن بيعطوه الفرحه او القوه انه يكفي اذا مش كرمال حاله كرمال اتليست الاشخاص اللي بحبوه حلو آه عندي سؤال لك من صبيه رح تسألك هالسؤال واكيد يمكن كتار متلها بيفكروا بنفس الطريقه أوكي. يعني من خلالها رح بتكوني عم تجاوبي على آه سؤال عدة ناس آه بتمنى تعطيها النصيحه يلي هي عم تطلبها تفضلي مساء الخير لكل اللي عم يتابعونا عبر تلفزيون الان مساء الخير لإلك مدام ماجي ومساء الخير ايضا لضيفتك صاحبه الصوت الساحر هبه طواجي انا ميريلا ابو شنب من سوريا واعمل كمعده ومقدمه برامج اليوم ما بدي اتوجه لإلك هبه بنقطتين النقطه الاولى بصفتك طبعا انسانه ناجحه بمجالك انسانه قدرت تترك بصمتها ليس فقط على المستوى العربي بل على المستوى العالمي كل فتاة عم تتابعنا وعم تشوفنا بكل تأكيد عندها حلم عندها طموح عندها شي ممكن أنه تكون حابة توصل له بس بالمقابل في أشياء كثيرة بتمنعها أنه توصل لهذا الشيء ويمكن بالدرجة الأولى خليني أقول الجرأة آه شو ممكن هبه تقولي لكل فتاه عربيه عم بتتابعنا اليوم بينقصها الجراه لحتى هي تتحرر بدايه من افكار مترسخه ببالها عن العادات والتقاليد والقيود ومن ثم تقدر تبلش تتصرف وترسم آه لمستقبلها وتحط الحلم وتوصل له وتحققه. عم تحكي عن الجرأة مزبوط يعني كتار ناس بيسألوك بحس أنا حتى أوقات بس تابعك إنه بيعتبروك شخص جريء م. شو بتقولي عن الجرأة أنت كشخص عن جد جريء يعني الجرأة موضوع كتير كبير و... ودقيق بس أنا نظرت له فكر فيه بغ... بطريقة شوي أبعد يعني بعتبر إنه حتى جرأة توصل بشكل لايق وتكون عند الاحترام الكامل لكل شخص عم توجه له اذا كان الباك جراوند تبعها والاسس مبنيه على العلم والثقافه بتوصل بغير طريقه فانا اكيد بنصح كل فتاه عربيه كل فتاه بالعالم تتمتع بالثقافه والعلم لانه هيدا هو اللي بيعطيها الجراه انها تقول وتحكي وتوصل فكرتها بشكل لايق لانه كمان نحن المجتمعات اللي عم نربى فيها العربيه مش كل البلاد العربيه بعد عندنا حرية إنه نكون جارئين وبلا ما نفكر بشي حوالينا فكثير مهم ناخد بالاعتبار اعتبار ناس عم توجه لهم المجتمع الربيانيين فيه يضل عنا مبادئ وتقاليد لأنه هذا الشيء بيميزنا عن غير شعوب بركة بس نفس الوقت ما نخاف نعبر ما نخاف نقول رأينا ما نخاف نطالب بالمساواة وما نخاف نحقق أحلامنا وهذا شيء كتير مهم فأنا مثلا ربيت بيت أهلي كتير بيشجعوني بيدعموني منفتحين متحررين بس كمان في عنا مبادئ وعنا قصص متمسكين فيها أه لازم الإنسان يعرف يعمل التوازن ويتحسن بكتير أشياء كده. صح <applause> كتير حلو اللي قلتي هبة آه ويمكن يختصر هيك الجرأة هي توازن مثل ما قلتي الثقة بالنفس هبة كعربون هيك شكر صغير كتير وبسيط بقدم لكل ضيفاتي بالحلقة كتابين اوكي okay. كتابين وبعرف انك بتحبي تقري mm -hmm. وهن الكتابين يمكن اللي بيجمعهم انه صاروا افلام اثنيناتهم اول كتاب هو للروائي المصري على الاسواني عماره يعقوبيان okay. mm -hmm. يمكن سمعتي فيه كافين أكيد. طبعا والحلو فيه انه هالعماره هي بتارخ ل... لتاريخ الحديث ل... لمصر باخر مئة سنه عماره موجوده بتحكي عن النكبات النجاحات التحديات كلها والكتاب الثاني هو للراحل الكبير طه حسين م -م. انا بقري له كثير بس هذا الكتاب بالذات أه شفته كفيلم بس ما قريته ككتاب اوكي okay. مشان هيك عندي نسخه هلا الي ونسخه اليك okay. أه دعاء الكروان اللي بيحكي عن هيك بيعلي الصوت بالنسبه لظلم المراه العربيه اكيد هو بينطلق من مجتمعه الظلم خصوصا المراه العايشه بالارياف يلي يمكن بعده لحد اليوم هذا الصوت ماشي مع تعديلات يعني اكيد بنعرف انه تخطينا مراحل كثير المهم انه لقدام بهالموضوع بس لازال الظلم موجود ببعض المناطق بتمنى انك تحبيه ثانك يو ثانك يو ليبا كمان باخر الحلقه مجموعه اسئله سريعه بتعرفنا عليك اكثر تعرف بتعرف okay. المشاهدين على رايك بمواضيع كثير بسيطه بس هن بيهمهم انه يعرفوها عنك okay. اول سؤال بيقول إذا كنت على جزيرة معزولة وبدك تاخدي معك كتاب واحد شو بتاخدي؟ حس عالم سليبان أي كتاب باخذ في أخد جوجل <applause> حلو كثير حلو شو هي أهم مفاجأة تلقيتيها بحياتك؟ مفاجأة حلوة أهم مفاجأة كلب كلبة والله مين جاب الوالد بأي مناسبة أه كان بيعرف انه انا بحب كثير انا وخيي كثير بنحب الكلاب امي واختي اقل أه فبهالطريقه حطينا هون تحت الأمر الواقع <applause> فعلا هيك بتصير الاشياء مين هن المطربين والمطربات العرب المفضلين عندك؟ عم أه نحكي هلا بال هلا عصر عصرنا يعني بحب اليسا أه بحب مطرب مطرب وائل كفوري نت. شو بتفضلي؟ المسرح، السينما أو الفن التشكيلي؟ مسرح، السينما والفن التشكيلي بين المسرح والسينما لازم نقي؟ ايه <applause> ما في نقي ما فيك تنقي؟ لا بس أنه نقي الاثنين اوكي مسرح وسينما أي شخصية تاريخية بتتمني لو أنك عشتي بعصرها؟ انه بحب كثير كليوباترا مثلا بعتبرها هالامراه القويه يلي اسمها لهلا بعده وعملت بصمه كبيره بالتاريخ ف ليت كليوباترا اوكي اي مسلسل عربي او اجنبي آه، تابعتيه كتير وحبيتي كتير؟ آه، انا هلا كتير ادكتد على نتفليكس اوكي آه، ف... <applause> بسهر عليه يعني بقضي كتير وقت عم بحضر سيريز بس في سيري يعني من انا وصغيره بضل عيده وعيده وعيده وبحبها هي فريندز اوكي فانا كثير فان لفريندز قد <applause> ايه بتبلغ بالمية نسبة اهتمامك باللوك تبعك بمظهرك الخارجي؟ حسب المود، إذا كنت مش نايمة كثير وتعبانة وهيك ما بهتم أبداً، <applause> وإذا كنت بمود بوزيتيف لا بنتبه على على حالي بس اظهر فكتير يعني حسب اذا رايقه معي ولا لا <applause> اذا رايقه معك يعني شيء 90% تهتمي 80%, 80 بالمية اي مقوله او مثل او حكمه يمكن م. بتحبيها متردديها وانت بتشتغلي عليها نفسيه أم... لانه بفكر بايجابيه دائما أم... everything happens for a reason بعتبر انه كل شيء بيصير لسبب ما اذا ما بنكتشفه هلا يوما ما بنكتشفه حلو هذا الشيء بخليك تتخطي القصص السلبيه بركة نعم م. شو هي الدرجه اللي بتعطيها لحالك اليوم مع انه بعدك يعني كثير ببدايه المشوار ونحن بنعرف هالشيء من واحد لعشره بانجازاتك لليوم انا بدي احط علامه قد ايه راضي بهالعلامة؟ رح اعتبر خمسة خمسة بس؟ ايه لأنه كتير منيح اللي قطع بس بعد في كتير لقدام عبالي انه يتحقق كمان <applause> وين بتشوف حالها هبة طوجي بعد عشر سنين؟ مش كتير لقدام، بعد عشر سنين انت وين؟ بعد عشر سنين يعني مثل هلا تايم <applause> 10 بتخططي لقدام كتير او لوقت قصير؟ لا ما كتير بخطط لقدام أو اوقات باخذ الاشياء هيك كل يوم بيومه يعني مثل يعني ما بيقولوا لا ما انا حدا بخطط ما كثير فكر بالمستقبل البعيد يعني ماكسيموم هلا كم شهر جايين يعني <applause> هبة توجي نحن فخورين فيك انبسطنا كثير واستمتعنا بهالحلقه جدا شكرا لان استقبلتينا ببيتك ثانكيو اهلا فيك قد ما بدك ثانكيو هبه هبة توجي بصمتي مسيرتي